مرحب بحضراتكم مرة تانية. الفقرة الأولى من البيت الكبير، الناقد الكبير، الصحفي الكبير، أستاذ محمود صبري، مدير تحرير جريدة الأهرام. مساء الخير عليك أستاذ محمود. مساء يا كابتن، منورنا. أنت اللي منور. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ تمام. جاهز لملفاتنا؟ جاهز إن شاء الله. طبعًا إحنا يعني عندنا أهم ملفين طبعًا، النادي الأهلي والنهائي ده إن شاء الله هنتكلم عليه، لكن في ملف كمان، والنهارده الكابتن محمود الخطيب كان عامل زيارة للجنة الخماسية في اتحاد الكورة. بي طبعا سبب قلنا يمكن في الانترو، القيد المحلي. حضرتك يعني شفت المقابلة دي ازاي، وتابعت القرارات للجنة الخماسية بشأن القيد المحلي ازاي؟ لا ابدا، انا يعني انا تابعت حضرتك الكلام اللي انت قلته، بس هو في سؤال بيطرح نفسه، هو اتحاد الكرة دوره ايه في يعني ايه، ما هو دور، ما هو اتحاد الكرة؟ هو مجموعة الاندية اللي بيختاروا اتحاد الكرة عشان يدير مصالح اللعب. يعني انت راجل بتدير مصلحتي ها، وانا بديك ده، وقلنا ما فيش انديه هيبقى في اتحاد كوره، مش هيبقى في اتحاد كوره. هل المطلوب تسهيل الامور ومساعده الانديه اللي هي وصلت لنهايات اقوى بطولات القاره وتوفير الاجواء ومساعدتها، ولا وضع العراقيل والمساله يتم يعني فيها نوع من الانتقائيه، او هل هو الاهلي الوحيد اللي هيستفيد من تاخير القيد الى 6 ديسمبر؟ ولا الكلام ده ماشي على نادي الزمالك، على بيراميدز، على الاسماعيلي، على المصري، على المقاولين اللي هيلعب في الكونفدراليه، او على كمان اللي هيلعب في بطوله اللي هيفوز بالكاس مثلا وهيلعب في كاس العرب. يعني عاوز اقول مساله مش مفهومه، ليه كل فتره قلنا 4 نوفمبر قال لك نفس القصه؟ انا بقول لك اهو 4 نوفمبر قال لك 7 ها، لا كان هو كان المباراه النهائيه 6 نوفمبر، قال لك 4 نوفمبر اخر كده. يعني عارف انت ايه، يعني شيء عجيب ومريب في نفس الوقت ومش مفهوم. ولو في نوع من الشفافيه يطلع والله اتحاد الكوره يقول والله يا جماعه اصل احنا خدنا ميعاد 19 نوفمبر عشان 1 2 3 4، ومن الانديه تقدر ترد عليك، ومن الناس اللي شايفه متابعه تكلمت وقال والله يا جماعه ده عنده حق، ده عنده وجهه نظر احنا لازم نحترمها. لكن مش فاهمين ايه هو الهدف. يعني انت عملت 4 وبعد كده النهائي كان 6، وبعدين قال لك طب سيب 7 عشان في لعيبه عوده هتنتهي. يعني انت عارف ان الموسم بصفه عامه موسم استثنائي متقلب غير مستقر، من وقت ظهور فيروس كورونا ثم العوده ثم تاجيل المباريات ثم ظروف مباراتي الدور قبل النهائي ثم تاجيل الرجاء اكثر من مره ثم خبط المباراه ثم يعني تاجيل لاجل المسمى ثم العوده لتحديد الفاينل 27 نوفمبر. وكل الكلام ده كان المفروض ايه، الموسم الجديد بدا ويعني والدوري وبطوله افريقيا كان زمان انتهت لولا الاحداث والظروف. هل يعني المطلوب من اتحاد الكوره ان هو يرفع عن كاهل الانديه ويساعدها ويوفر لها الاجواء، ولا هو المساله اللي انا بقول يعني انت جاي تعقد ولا جاي تسهل ولا جاي تعمل ايه بالظبط؟ وهل هو المقصود، انا مش عاوز اقول المقصود، هل المقصود هو الاهلي بس يعني الاهلي بس هو اللي بيدور، ولا كل الانديه؟ من كل الانديه لها مصالحها ولها طلبات اكيد هتبقى في موضوع في الاعتبار. لما يطلب النادي الاهلي مساله هو بيطلبها لنفسه، ولا بيطلبها لانه مصلحه الفريق في مباراه مهمه جدا في نهائي دوري ابطال افريقيا، بيقول لك خلي اجل كذا عشان النادي عنده 1 2 3 4. ما اناقش الامر واطرح اقول يا جماعه تناقشنا وحصل واتفقنا او ما اتفقناش. الامر يبدو كانه صراع مش مفهوم. هل هو الهدف اظهار ان انا اقدر اقول للاهلي لا في وقت من الاوقات واعمل قرار عكس؟ تبقى مصيبه، يبقى انت كده بتحط نفسك في وش المدفع بامانه شديده، يبقى انت مش قادر تحدد. هو زي ما انت حضرتك بتقول، هو النادي الاهلي ما بيدورش على مصلحته بس، هو النادي الاهلي بيتكلم بمنطق العدل، والعدل على الجميع. بنتكلم بمنطق ان هو لا يصح حضرتك الا صحيح. هل دلوقتي الفريقين اللي بيستعدوا لاهم نهائي واول مره يحصل في دوري ابطال افريقيا وعلى مستوى القاره، يعني حدث مهم جدا، هل احنا المفروض نسهل ولا المفروض نعمل وي؟ ضروري ان رئيس النادي يتحرك اكثر مره، وناقش قبل كده برضه مع عمرو الجنايني في اكثر في المساله. يعني عاوز اقول انه بامانه شديده، يعني رغم كل الكلام اللي بيتقال، ومش عاوز احط البيت كله في سله واحده واقول اللي بسبب موقف، لا في حاجات اتعملت، في حاجات يتوجب انه يكون فيها تفاهم ويكون فيها طرح لمصلحه الانديه والحفاظ عليها، لانك انت اللي بتدير اللعبه. اذا كان الاتحاد الدولي بيقول لك 6 ديسمبر مثلا اخر ميعاد، انت تقول له 19 واحنا اتفقنا، يا سيدي انت اللي بتحدد، مش الاتحاد الدولي حاط في مصر، انت اللي بتقول. انت ليه بتحط الاتحاد يقول لك اصل هو بعد ما بعتلكش انت اللي بعت وانت اللي عاوز كده، وانت عندك هدف في دماغك، ولو كان في هدف في دماغك وعندك حاجه عاوز تعملها
تضر بيها النادي، لانها تبقى مشكله، هتبقى مشكله واضحه ومعروفه مش تعرف تهرب منها. لكن المساله اللي عايز اقول انه الوقت ده محتاج انك انت توفر اجواء، خاصه انه ايه هو النادي الاهلي جزء من تركيبه المنتخبات الوطنيه. اكيد هو النادي الاهلي ايه يا جماعه، هو النادي الاهلي جاي بيلعب من بره، هو ليه المواقف الغريبه ومش مفهومه؟ يعني هل لو قلنا لا الموقف ده هيستفيد منه الاهلي وحده؟ لا يا سيدي، لو استفيد منه النادي الاهلي خلاص يا عم خد يا عم موقف عن النادي الاهلي، ما دام هو الاهلي هتبين نفسك انك انت جامد والاهلي ما مشيش عليك كلام ما دامت هي المشكله كده. لكن لما بيستفيد منها كل الانديه المشاركه في البطولات الافريقيه مثلا، ما تاخد قرار وتوضح وتقول احنا عندنا موقف ان احنا هدفنا من 19 نوفمبر، موسمك الجديد ده لسه هيبدا في 6 ديسمبر، يعني موسم جديد عندك نهائي الكاس، هو موسمك انتهى، انت عندك نهائي الكاس هينتهي 5 ديسمبر، انت كنت محدد نهائي الكاس يوم 29 نوفمبر، وبعد كده لما تحدد نهائي دوري ابطال افريقيا 27 نقلت نهائي الكاس الى يوم 6 الى يوم 5 وعملت السيمي فاينل مش عارف يوم 1 او 2. يعني عايز اقول لك ايه، وكمان قال لك ده، كمان قال لك حتى بطوله الكاس كمان ممكن اللعيبه تلعب بالقائمه الجديده ازاي، ما هو برضه شيء لا يعقل. انت بتتكلم حتى على بطوله الكاس يقول لك اه طب ما خلي اللعيبه الجديده تلعب فيه، ازاي اللعيبه الجديده هتلعب فيه وممكن اللعيب ده يكون لعب قبل كده في ادوار قبل كده في فرقه ثانيه، يبقى لعب لفرقتين في موسم واحد لمسابقه واحده، برضه شيء غير مفهوم. الجزء الثاني استاذ محمود حتى على مستوى القيد الشتوي، طب القيد الصيفي ده يعني هو مش عارف انت عارف بتفكر طب وقيد الشتوى هنعمل فيه ايه؟ لا لا ده انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، ده بيفكرني بواقعة اتحاد اليد. اتحاد اليد خد قرار من اغرب القرارات اللي محتاجه بامانه شديده واقفه، وانا نفسي انا عن نفسي يعني كمراقب ومتابع، انت بلغت الانديه رجعت الدوري ده بناء على ايه؟ بناء عشان النادي الاهلي ولا قرار الدوله؟ قرار دوله، قرار دوله، انت كنت خدت قرار كده مع نفسك حبيت تشوف نفسك فخدت قرار الالغاء، وبعد كده ده رجعت يعني الرياضه يعني عادت لها الحياه مره اخرى كله رجع. خدت قرار بعد فتره انه الدوري الجديد هينطلق ويتم اكمال الدوري القديم بالصفقات الجديده. وخدت قرار وبلغت الانديه. ثم فجاه قعدت كده مع نفسك فكرت حتى فكرك وقال لك يا نهار ابيض ده انت كده ده الاهلي عمل فرقه جامده، جاب 3 من هنا وواحد من هنا واثنين من هنا وعمل فرقه وجمع وخد قرار، والاهلي كمان استغنى عن 8 لعيبه من التشكيله الاساسيه اللي هم ال 16 وجاب بدلهم لعيبه جداد، وبقى في شكل الاهلي بنى بيبني في كل الالعاب في السله في الطايره، عمال يدعم عمال يقوي، خلاص ما عادتش المساله تحتمل خلاص تاجيل. وفجأة من يومين ثلاثة أو ثلاثة أربع أيام اتحاد اليد رجع في قراره قال لك جبنا فتوى من الاتحاد الدولي من لجنة المسابقات بأن الموسم القديم يستكمل بلاعيبة الموسم القديم بلاعيبة القيد الموسم الماضي اللي هو الأهلي استغنى عنهم، الأهلي استغنى عنهم، فأصبح للأهلي متبقي ليه مين؟ حوالي 8 لعيبة، منهم اثنين 8 لعيبة بس، منهم اثنين على ما يبدو عندهم في كلام إن هم في اشتباه في إصابة كورونا مثلا في صفوف المنتخب مثلا او في حاجه زي كده، فضل عندك كام؟ فضل عندك 6 لعيبه. هتلعب مباراه فاصله على قمه الدوري، هتلعب مباراه يوم الجمعه، هتلعب يوم الخميس على ما اعتقد مع طلائع الجيش، ويوم يوم الخميس مع طلائع الجيش، ويوم الجمعه اعتقد مع نادي الزمالك في مباراه الفيصليه عليه، مع ان الزمالك تقدم فرق نقطتين. طيب لما اجي تكلمني انت في يعني لما اجي اتكلم معاك واطرح معاك الفكره، طب حضرتك خدت قرار استكمال الموسم القديم بالصفقات الجديده وبلغت الانديه والانديه عملت على اساسها صفقاتها الجديده وخلصت ومشت وراحت، وفجاه طرأ على ذهنك او حد قال لك يا نهار ابيض انت كده ممكن يعني لا يعني فكر ممكن نادي الزمالك يطلع الموسم بالالعاب كلها بدون بطوله الالعاب الاخرى، فاروح مرجع القرار؟ بعد انت بقى ما خدت بلعت الطعم بقى، ما انا خلاص انا ورطتك هنا، وراح جايب فتوى من لجنه المسابقات بالاتحاد الدولي تقول فيها لا كمل الموسم القديم. طب هل هو الاهلي طلب منك ان هو يكمل الموسم القديم بالصفقات الجديده ولا انت اللي خدت القرار؟ هو اللي خد انت اللي خدت القرار وبناء على القرار وبناء على القرار انا بدات خطوات. عملت خطواتي صحيح عملت الخطوات اللي انا عملتها ومشيت فيها مثلا واحد اثنين ثلاثه اربعه فشلت كذا وحطيت كذا، وبعد كده تيجي النهارده تقول انا جبت فتوى فجاه طلعت او حد قال لك او انت شعرت، هنا بقى المساله ما بقاش فيها حياديه. لا طبعا المساله واضحه مترتبه
مترتبه واتعملت بذكاء هتلعب بيه. خلاص انت دلوقتي حطيت الاهلي بالذات في موقف، خلاص مثلا هنقول انه الاهلي خسر مسابقه الدوري يا عم، مش مشكله، ما يعني ايه يعني مساله مش عاوز اقول لك فيها توازنات، لا فيها حاجه مش مفهومه. طبعا طلع بعديها كلام ان الدكتور حسن مصطفى قال لك لا ما حدش كلمنا وما حدش بعت لنا ومش عارف ايه، وموضوع حصل فيه كلام ورد، وطلع رئيس الاتحاد يبرر، واحنا رئيس اتحاد كره اليد معروف، والمجلس بتاع الاتحاد كره اليد كله معروف، يعني في اكتر من موقف، مش السنه دي، من السنه اللي فاتت، وعمل موقف معقد مع لعيبه الاهلي، وازاي عمل يعني ايه، في حاجات لو جيت تتناولها وتقول فيها هيبان فيها التحيز الواضح بدون ما يعني رؤى يعني يرى يعني رؤيه العين، مش ايه مش محتاج انك انت ايه بتحاول تربط يا استاذ محمود باللي بيحصل في اللجنه الحكوميه، لا في لا في كلام، لا في واضح، والناس اللي متابعين عارفين الكلام ده، بس ما حدش طبعا ايه بيكتب، او ما حدش واخد باله، او ما حدش راضي يكتب ويقول ايه اللي بيحصل، لانه السنه برضو السنه اللي فاتت او اللي قبليها كان برضو في مشكله عن قيد لعيبه الاهلي حب قيادهم، برضو اتحاد اليد خد موقف غريب جدا وطلع لك لائحه عجيبه واشترط فيها شروط معينه، فتيجي النهارده انت مثلا تقول ايه خلاص، طب بص احنا هنكمل الدوري، هنكمل الدوري باللعيبه القديمه خلاص، وبعد شويه تقول لي لا ده احنا هنكمل الدوري كمان بصفقاتك الجديده، فانت رحت واخد قرار بالاستغناء عن 6-7 لعيبه، وبعد كده بعد شويه قال لك معلش اصل احنا جبنا فتوى من الاتحاد الدولي انه لا يجوز انك انت تكمل الدوري بالصفقات الجديده، فاحنا هنلعب طب حضرتك انا مشيت نص الفرقه، يعني طب هلعب بمين؟ اتصرفت من الناشئين. تفتكر برضه ان موضوع الكاس بنفس القصه، لان كان في تصريح واضح من اللجنه الخماسيه ان كاس مصر وارد جدا ان الانديه تلعب بيها بالصفقات الجديده او بعد الاول، خلي بالك قال لك بدون الصفقات الجديده، لا يعني لسه يعني ده هيحط لها، فطبعا كان في اعتراض يعني كان في اعتراض واحد، لكن دلوقتي لو انت زي ما بتقول ممكن يقول لك دلوقتي طب اللعيبه اللي هتمشي من الانديه هتيجي ترجع تقول لي طب ماشي هنرجع بالقائمه القديمه، طب اللعيبه اللي مشيت، طب واللعيبه الجديده مش من حقها تلعب، وبالتالي هيكون في تضارب، ده اللي بتكلم عليه. حضرتك كابتن هاني، هو الموسم انتهى؟ الموسم عملية ما انتهاش، انت لسه عندك بطولة الكاس. لما بطولة الكاس لما تنتهي تقدر تقول تحط لوائحك وتحط نظامك، لكن انت انا عاوز اقول لك موسم كله مرتبك على بعضه، والدنيا فيه يعني في جهد معمول عشان ينهي مسابقة الدوري، وعندنا فرقتين بفضل الله وصلوا نهائي دوري ابطال افريقيا، طب هو احنا يعني مستكترين احنا نوفر لهم الاجواء ان هم يبقى في فاينل مهم جدا مصر هي اللي فازت فيه مش طبيعي. اي نادي، وبعدين وانت بتستعد للموسم الجديد ولسه عندك الكاس ما انتهاش تيجي تقول لي القيد اخره 19، يعني انت مثلا بتخسر، عاوز تخسر الانديه مثلا، لو انا نادي عندك لاعب ولا اثنين ولا ثلاثه وعاوز مثلا تعيرهم عاوز تبيعهم، تيجي تجبره دلوقتي مثلا ان هو خلاص يستغنى عنهم ويسلم كده ويخسر المالي بعد كده ويتحاسب، يعني انت مع ولا ضد؟ لا يعني مش مفهومه برضه، هي مفيش فايده، هي لا يعني لا واضح، لا واضح في تعنت، وواضح انه على ما مش عاوز اقول على ما يبدو انه بعد الناس لما تسمع الكلام وانه كنت نجحت واديته، فبدل ما يجود في شغله فبدا يعمل لك بقى عراقيل ويحط لك فيها مشكله، فللاسف يعني انا مش فاهم وجهه نظر اللجنه الخماسيه في اصرارها على القيد يوم 19 نوفمبر والموسم هينتهي يوم 5 ديسمبر، والموسم الجديد حسب الكلام بيقولوا هيبدا يوم 6 ديسمبر، ايه الجديد؟ فين دعمك للانديه؟ فين تسهيلاتك؟ وانتقالات الشتويه كمان مشكله، انا بقول لك اهو يعني هو اللعيبه اللي هتجيبها النادي الاهلي، الاهلي يعني يتعاقد مع بعض اللعيبه المميزه وبيأيدها، لو أيدها على بتتكلم على الموسم الشتوي كمان في مشكله، ان لو كان كده مش هيلعبوا حتى في البطوله الافريقيه، يعني اللي هتجيبه لو جبت لعيب مميز في النادي الاهلي مش هتاخد، هيلعب الدوري بس مش هيلحق يعني دور ال 32 بالظبط، خلاص هيبقى بره ال 32، انت عارف دلوقتي يعني الدوري الافريقي خلاص دلوقتي بقت ايه؟ بقت في 5 شهور، العمليه يعني بقت زي الاول، سنه بالزبط. كامله وبتريح فتره وترجع، لا خلاص كل اسبوع مباراه، خلاص الدنيا ايه؟ اتغيرت كمان يعني صحيح. انت عارف البطوله اللي جايه مثلا هتبدا مثلا هي في نوفمبر مثلا، الدور ادوار التمهيديه اللي هو دور 64، بعد كده ال 32، بعد كده هيبدا في ديسمبر، خلاص انت النهائي بيبقى في شهر 5 اللي جاي بالظبط، 5 شهور بالظبط، 5 شهور مفيش بالزبط. عندك وقت يعني ايه موسم متلاحم مع تصفيات افريقيا مؤهله الامم افريقيا الكاميرون، تصفيات كاس العالم 2022 هتبدا، كل الكلام ده ما يخليكش انك انت تقدم للانديه وتساعدها، ولا يخليك انك انت
عاوز تحط حاجات وتمشي حاجات في دماغك احنا مش فاهمين. اطلع يا سيدي قول فهمنا قول لنا ايه هدفك، يعني ايه الهدف من انك ماشي مره قلت 4 وبعد كده قلت مديها 7 وبعد كده مش عارفين بعد طلعت لنا قلت لنا الفيفا اخره. لا الفيفا يا حبيبي انت اللي بتحدد له. مظبوط. الفيفا انت بتبعت بتقول والله انا اخر ميعاد للقيد عندي والله يوم واحد او يوم اثنين او يوم ثلاثه، انت ما لا حاجات مش مفهومه ومش عارف يعني للأسف. بتتم لايه ومصلحه مين يعني للاسف يعني. وانت بتتكلم على مباراه مهمه جدا حتى على على مستوى التاريخ وعلى مستوى التاريخ في القاره الافريقيه وفي البطوله الافريقيه للتشامبيونز ليج الافريقي، ان عندك مباراه اول مره تقام بهذا من مباراه واحده بتقام على ارض مصر فريقين من مصر. كنت اتكلمت امبارح مع ضيوفنا على كمان بره الناحيه الفنيه والاهلي والزمالك والمباراه ازاي احنا كمان نستفيد مصر تستفيد من هذا اليوم التاريخي على مستوى هذه المباراه، ان اول مره في تاريخ افريقيا كل الارقام ديت ان اول مباراه ومباراه من يعني الدور النهائي من مباراه واحده الاهلي والزمالك من بلد واحده بتقام في مصر، فازاي نستفيد من الجزئيه دي يا استاذ محمود؟ لا هو طبعا حدث مهم جدا بالنسبه لك بالنسبه لافريقيا طبعا، بس انت بس مع الظروف اللي انت شايفها دي ودي الوقت المباراه برضه بدون جمهور والكلام ده برضه كل الكلام ده بيحط، لكن هو انت تستطيع انك انت تسوق الحدث على المستوى ده اللي بتكلم قبل حتى المباراه مش لازم يوم المباراه بس طبعا هو يعني الحدث يمتلكه كله هو الاتحاد الافريقي هو المسؤول عنه، لكن انت كاتحاد كوره تقدر تقدم انك انت كورتك اهي الكره المصريه عايده للصداره من خلال اقوى ناديين وصلوا لنهائي افريقيا، تقدم بقى نجومك وتقدم شكل مختلف وتقدم ماده كمان ازاي تبقى موجوده على وسائل الاعلام، ولازم الناس تنتبه انه بدءا مثلا من النهارده من بكره يا جماعه لابد يكون في تناول مختلف للمباراتين، لانه الامر عايز اقول مصر فازت بالبطوله، الاهلي والزمالك فريقين بيمثلوا الكره المصريه تكوينهم من المنتخبات الوطنيه منهم اغلبهم في كل الالعاب، انت هنا في اللحظه دي كل اعلامي يظهر يتصدر الشاشه يطل على الجمهور لابد ان يراعي في كلامه كثير من الامور الواضحه، اي مسؤول يخرج منه تصريح لابد برضه يراعي الامر ده، لان المساله عاوز مش من يعني مش عاوز اقول لك يكبر الموضوع يقول لك البلد لا البلد ما حدش يقدر ينال منها ولا هتنال منها مباراه كره قدم، واعتقد في ناس واعيه وفاهمه وعارفه ازاي الحدث، وان شاء الله لعيبه الاهلي والزمالك هيكونوا على قدر الحدث، ولازم يتم مراقبه المباراه بشده كبيره جدا، واللاعب اللي يخرج عن النص لابد يكون في عقاب قوي سواء من الاتحاد الافريقي او حتى لو كان من جانب الناديين، لانه اذا لم يتم ردع الخروج سنظل نعيش في هذه الدائره السيئه ان احنا خلاص يعني مساله التعصب لنادي بعينه والدفاع عن لاعب او نجم حتى لو ارتكب الخطا ده في غايه الخطوره امر غير مبرر ليه وغير مقبول، يا جماعه الدنيا بتتطور وتروح تلعب كوره يعني لازم الفرقتين هم عارفين انه هيلعبوا مباراه في كره القدم الناس كلها هتبص عليهم عندهم فرص كبيره جدا ممكن يعني مش عاوز اقول مساله الاحتراف على مساله موضوع الاحتراف وملف الاحتراف ده حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا محتاجه نقاش وطرح اكتر من كده، لكن عاوز اقول ايه انك تخرج نهائي افريقيا بشكل الاخلاق اولا والرياضه ثانيا والاداء الفني الراقي والعلاقه بين اللعيبه، واعتقد انه عند الكابتن حسام البدري فرصه كبيره جدا في معسكر المنتخب انه يعني يقرب بين لعيبه الفرقتين، ولازم يبقى في محاولات وضغط وده نجح فيه وده درس لكل الناس المتعصبين رحمه الله عليه الكابتن محمود الجهري لما تولى قياده المنتخب في اصعب فتراته في بدايه 88 وتصفيات كاس العالم وانت يعني كنت احد النجوم، شفت عمل ايه الشكل اللي عمله الوطنيه والشغل وكسر الحاجز اللي اوجده البعض واللي حاول يصنعه البعض، يا جماعه ما ينفعش مهما يكن في الاخر الاهلي والزمالك ابناء وطن واحد، دي مباراه كره قدم، دي منافسه ولازم نحط المنافسه في دورها، انتهت ينتهي خلاص كل حاجه تعود لامور طبيعيه، وده كل الكلام ده موجود في كل العالم، لكن احنا هنقف في المساله المباراه والترتيب ليها واذاعتها واخراجها هي استثمار كبير ورساله ان احنا عندنا كره قدم، احنا عندنا لعيبه عندنا مستوى ممكن نروح في مكان اكتر من كده، اتحاد الكره مطالب انه يستفيد، الاتحاد الافريقي محتاج كمان يقدم نفسه ان انا نجحت وعملت ونظمت بطوله رغم الظروف الصعبه دي، الاهلي والزمالك محتاجين يعملوا كوره ويقدموا مباراه اكثر من رائعه ويقولوا ان احنا الافضل في افريقيا، كل الكلام ده
بيحتاج التزام، بيحتاج انه التركيز كل واحد يركز في عمله، وكل فريق كل مشجع كل اعلامي يراعي ضميره في كتابه اي كلمه تتناول هذا المهرجان الكبير اللي هيتم يوم 27. صحيح. انا بضيف كمان لكلام حضرتك، كل مسؤول يعني كل مسؤول كمان جوه المنظومه الرياضيه ده بيكون عامل مهم جدا، عامل ايجابي. ولسه بتكلم مع حضرتك، احنا خلينا بكل امانه نمحي بعض الصوره السيئه للكره المصريه والرياضه والجو العام للكره المصريه خلال السنين اللي فاتت. خلينا نتكلم بكل امانه ان الصوره اللي واصله بره حتى على الجانب الوطن العربي صوره غير تليق باسم مصر وسمعه مصر ومكانه مصر الرياضيه. وخلينا نتكلم ان يا رب هذه المباراه ان شاء الله باذن الله، طبعا كلنا نتمنى الفوز للنادي الاهلي، لكن تكون بدايه بقى، يعني مش هقول لك العصر الجديد والكلام ده، لكن تكون بدايه فعلا ان احنا الناس تبص لنا بنظره احترام اكتر. وده مسؤوليه اعتقاد المسؤولين واللاعبين. وحضرتك قلت كمان نقطه مهمه جدا، اللي ما يدار قبل المباراه هو ثمره ال 90 دقيقه، وهيكون ردوده في ال 90 دقيقه. الاعلاميين بتفق مع حضرتك يكون في اتزان، ان لازم يكون عندنا يعني عندنا ثقافه حتى في اداره الموضوع نفسه. يعني انت حضرتك دلوقتي احنا مش بنقعد نتفرج على نهايات دوري ابطال اوروبا والكره الاوروبيه ونمصمص في شفايفنا ونقول ايه يا عم الروح دي. ده حقيقي. يعني عاوز اقول لك ايه، يعني احنا بنقول حاجه ومش عاوزين نعمل زيها. يعني انت بص يا كابتن، اذا لم يطبق القانون بامانه شديده والله بعيد عن اي شيء، واي نادي عاقل وفاهم لازم يعرف جدا ومسؤولين يعرفوا جدا انه من الصالح العام انه بترك جزء الفاسد. دي كوره يعني تركيزك داخل المستوى الاخر، هدفك شغلانتك، انا مش شغلانتك ان انا جايبك تتخانق، انت شغلانتك جايتك تجيب هدف، تدافع عن فريقك، تلعب كوره، تبذل مجهود. المساله محتاجه، يعني عاوز اقول لك ايه، محتاجه ان احنا نصفي ونركز في اللعبه، نقدم مستوى. شوف كام من النهائيات كانت متعه، كنا بقول لك النهائي التاريخي احنا مسمين وبنقول عليه نهائي القرن، نهائي الحلم في افريقيا بالنسبه للكره المصريه. دي افضل يعني لو انت قعدت تبذل جهد جدا عشان تدعي للكره المصريه وتوصلها للمستوى، مش هتوصلها بان المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا البطوله الاقوى في افريقيا، واللي ترتيبها مثلا ممكن يجي في الكره المصريه العام رقم 2 بعد دوري ابطال اوروبا، او حتى بعد الكونكاف، او حتى بعد اي امريكا الجنوبيه او الكلام ده، ممكن تبقى رقم 2 او رقم 3، هنقول رقم 3. شوف انت الهدف ديربي مهم جدا، فرصه للاعيبه الفرقتين نفسهم يقدموا نفسهم، يقولوا احنا عندنا كوره، احنا بنفهم الكوره. احنا مشكلتنا يعني ايه، بنقعد نتكلم كتير والفعل قليل، فعاوزين الفعل يبقى 90 كوره، عاوزين الكوره بشوف وجودها داخل المصطلح نسبته قد ايه من اداء المباراه، عاوزين نفكر هيقدموا جمل فنيات ايه شغل، فمش عاوزين كلام على المستوى الفني. وانا دايما يعني مش قلقني قوي المستوى الفني، ان شاء الله النادي الاهلي يقدم مستوى فني، واحنا عارفين نادي الزمالك نادي كبير هيقدم مستوى فني ايضا، هتبقى معركه فنيه بشكل كويس، ده هيسعد الجماهير. هو ما يقلقني حتى ما قبل المباراة، وخلينا نتكلم على ما بعد المباراة. إن شاء الله النادي الأهلي يتوج، كلنا نتمنى، لكن الصورة اللي بتخرج للناس هي صورة ما بعد المباراة. أنت حضرتك بتتفرج على نهاية تشامبيونز ليج، بتتفرج على اللعيبة، بتتفرج على المدربين، بتتفرج على الحكام، كم يعني الاحترافية وكم الاحترام. أنت حارب في الملعب قد ما تقدر وموت نفسك عشان فرقتك، لكن الجزء ما بعد المباراة هو ده اللي بيدي صوره جيده. اللعيبه بتسلم على بعض يعني بيحيوا، مين بقى عارف يعني هي الصوره دي الجميله اللي نفسنا نشوفها. زي اللي انت بتتكلم عنها دي، ده جزئيه المسؤولين عن الفرقتين، انه لازم كل لاعب يعرف دوره، ومهم جدا رساله تكون لاي لاعب ان المباراه يعني لازم يبقى فيه يعاقب المسؤول. يعني لو صدر من فرقته خروج عن النص، لابد المسؤول عن الكوره في النادي يعاقب، لانه هو اللي شحن وهو اللي وصل المرحله وهو اللي ساب الامور تصل لهذه الدرجه. انت عندك دلوقتي الامور يعني طبعا يعني في اجواء مسمومه من بعض السوشيال ميديا الغريبه اللي بتعمل حاجات مش من الصالح، مش من الهدف. احنا مش كده يا جماعه، وعمر ما كانت مباراه الاهلي والزمالك خروج على النص فيها بيتم، حتى لو حصلت في فترات كانت بعيده مره او اثنين او ثلاثه، لكن مش يعني مش دايما. في مباريات بيحصل فيها مشاكل، بيحصل فيها خروج، لكن نتيجه ايه؟ شحن سلبي نحيق بهدف، وان انا عدم تقبلي مثلا لفوز المنافس وانا عدم تقبل لهزيمتي. هي الكوره مش كده يعني لا الحياه هتقف ولا البطولات. ده ممكن النهارده فرقتين يتواجهوا، هيتواجهوا ان شاء الله يوم 27 في نهائي دوري ابطال افريقيا، ويوم 5 ديسمبر مثلا ممكن يبقى في نهائي كاس مصر،
مثلا. لا لا، وقبليها انت خلي بالك، ده قبليها معظم اللعيبه دي ان شاء الله يوم 17 نوفمبر هيكونوا مع المنتخب، مع شرط مصر، يوم 14 يوم 14 يوم 17. فانا شايف انه برضه فرصه كبيره جدا، وبقول للكابتن حسام بدري تقدر تعمل حاجه مهمه جدا، انك انت تزيل كل الشوائب والرواسب دي، وتقدر تخلص نفسيه اللعيبه دي، وتقدر تنصح. هو على فكره اللعيبه يا استاذ محمود ما فيش رواسب، يعني انا في اعتقادي الشخصي انا كنت في المنتخب، لا اما بنروح هناك ما فيش بقى اهل وزمالك، كلنا اخوات، وانا بنقعد مع ده، وهشام يكن كان معايا في الاوضه اكتر واحد، او اكتر واحد كنت بقعد معاه هشام يكن، وكنت بتكلم مع الكابتن اشرف قاسم، وتلاقي الكابتن علاء مايوب مع، يعني كان مكان ما بين اللعيبه والجماهير لازم تعرف كده، والاعلاميين لازم يعرفوا كده، ما بين اللعيبه يا جماعه ما فيش الكلام ده. اللعيبه على المستوى مستوى منتخب مصر بيحبوا بعض جدا، واصدقاء جدا، وعلى مستوى عالي جدا من الاحترام. فلعيبه الاهلي والزمالك خاصه، لا تعال شوف المنتخبات بتبقى عامله ازاي. فانا بايدك جدا في حته مسؤوليه مسؤول النادي، الشحن الايجابي في مستوى الاحترافيه، واتمنى يا رب نشوف الصوره ديت، ان بعد المباراه ان شاء الله الاهلي يتوج باذن الله. دي كل امنياتنا، لكن الصوره تطلع بشكل كويس، وعشان الصوره تطلع بشكل كويس، طب ومع يمكن حضرتك بتتكلم على السوشيال ميديا وبتتكلم على الجماهير، تفتكر ممكن يكون في حضور جماهيري، او ممكن المباراه تتنقل من برج العرب لاستاد القاهره؟ ما تصريح رسمي امبارح صدر من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، قال لك استاد القاهره جاهز، بعد ما كان في كلام انه سيتم غلق المباراه، سيتم غلق الاستاد بعد يوم 18 بعد ما تلعب مباراتي البرازيل وكوريا الجنوبيه، ويوم 14 كان مباراة توجو كان بعدها هيتم، لكن بعد الظروف وخوفا يعني. هو طبعا الناس قالت الكلام ده خوفا من نوة المكنسة في فترة اللي هي من 21 ليوم 27 او يوم 30 نوفمبر، انه ممكن الارصاد يعني يبقى فيه مفاجأة، فالملعب هيبقى تبقى فيه مشكلة. فهو امبارح دكتور اشرف صبحي وزير الرياضة عمل تصريح على كل وسائل الاعلام انه استاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائي دوري ابطال افريقيا، مع انه هو طبعا صاحب تحديد القرار هو الاتحاد الافريقي. طبعا الاتحاد الافريقي اكيد عاوز يكمل، يعني عاوز يعمل يعني ختام جيد، سواء كانت في برج العرب او سواء هنا. كده انت عندك ملعب الاساسي جاهز، لو حصلت الظروف يعني مثلا من الامور في اسكندريه ماشيه طبيعيه ممكن يبقى المباراه هناك، لكن انت كده خلاص اديت نوع من الاطمئنان انه الملعب ملعبين جاهزين في انتظار المباراه، واي ملعب هيستضيفها ده شيء اتوقع انه ان شاء الله يكون في استاد القاهره، ولا يعني هيكمل المسيره في يعني في الغالب ممكن حتى رغبه الناديين ان هو المباراه يعني استاد القاهره طبعا، لكن طبعا الحاجات دي برضو بتحكمها ايه لو امور اخرى برضو يعني. الكاف طيب انا يعني معلش هطلع فاصل مع حضرتك، بس بعد ما نرجع طبعا هنتكلم على ملف اخر، طبعا ملف المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي طبعا عنده مباراتين على اعلى مستوى مع كوريا والبرازيل، نتكلم معاهم او نتكلم عليهم مع الناقد الصحفي الاستاذ محمود صبري بعد الفاصل. رجعنا مع حضراتكم والناقد الكبير استاذ محمود صبري، كنا بنتكلم قبل الفاصل طبعا عن مشوار منتخبنا الاولمبي واستعداداته لطوكيو السنه اللي جايه ان شاء الله، من خلال دوره ثلاثيه بيحضر فيها كوريا بجانب البرازيل. ورؤيتك ايه للماتشين المهمين طبعا لمنتخبنا الاولمبي خلال خلاص الايام اللي جايه؟ خلاص، وبكره في مؤتمر صحفي الساعه 2:30 يحضر وزير الرياضه ورؤساء بعثات المنتخبات الثلاثة والأجهزة الفنية، يقدموا فيه يعني يتكلموا فيه عن الدورة المجمعة. بصراحة خطوة كويسة جدا في توقيت مهم، لأنك أنت يعني دي الأوقات اللي قدر يستفيد منها كابتن شوقي غريب، إنه قدر يجمع لاعيبته لهم فترة ما لعبوش يعني مباريات سنة من النهائي الأفريقي أعتقد من النهائي الأفريقي في شهر 11 اللي فات. مظبوط يعني على مدار موسم كامل يعني، وكمان في جزء منه كان بيلعب أساسي، في جزء ما لعبش برضه يعني، دي برضه كل الحاجات دي وحاططها في الحسبان، وبدور على اللعيب اللي بيلعب مع فريقه في الدوري، فده برضه بيجهزه له يعني. لكن الثلاث مباريات هيبقوا مهمين جدا، وتجربة كويسة جدا تجيب منتخب برازيل يلعب معاك هنا، منتخب كوريا في مدرستين مختلفتين، بس برضه الاثنين بيعتمدوا على السرعه، البرازيل على المهاره على القوه، كوريا الجنوبيه امريكا يعني كوريا الجنوبيه معروفه كورتها سريعه جدا، فاعتقد انه ان شاء الله يكون فيها استفاده كبيره جدا، خاصه انه لسه مشوار يعني طوكيو برضه مش قريب بعيد، لسه محتاج مباريات كتير وتجهيز كتير، خاصه مع برضه مع موسم
يعني مزدحم، يعني يا دوب بتلقى فيه يعني ايام تقدر تلعب لك فيها مباراه. هو طبعا ارتباطات المنتخب الاولمبي مرتبطه بالاجنده الدوليه طبعاً. بس خليني بصراحه يعني احيي الكابتن نشاوي غريب وجهازه، كابتن معتمد وكابتن الدكتور علاء عبد العزيز، بصراحه بيشتغلوا بهدوء، يعني بيشتغلوا بشكل من انواع الهدوء. وطبعا الكابتن محمد شوقي معاهم، وائل شيتوس معاهم، جهاز فني على اعلى مستوى، قدم لنا كره حلوه قوي في النهائي، وكمان على مستوى التنظيم ماشي بهدوء، يعني ما فيش شوشره حوالين المنتخب الاولمبي. وكان في تصريح مهم جدا جدا للكابتن شوقي غريب، قال لك انا شرط المشاركه في المباريات الدوري هو شرط الانضمام للمنتخب الاولمبي. هل ينطبق الشرط ده على الكابتن حسام البدري من خلال القائمه اللي حضرتك شفتها؟ ولادي فلسفه كل واحد، يعني كل واحد عنده فلسفه وعنده وجهه، ما اقدرش اربط المنتخب، مش عاوز، ما اقدرش، يعني ده جهاز فني وده جهاز فني. كابتن حسام يمكن شايف مثلا في قراره، مثلا خد، مثلا هنقول مثلا خد رمضان صبحي مثلا ما لعبش على مدار سنه، ممكن يكون هو شايف ان هو هيقدر يجهزه، هيقدر مش التجهيز ده افضل على مستوى المنتخب الاولمبي. انا بتكلم بنتناقش مع مع حضرتك بشكل ودي، وطبعا اولا واخيرا تحت بند كبير جدا احترام قرارات الجهاز الفني والمدير الفني للمنتخب واختياراته، لكن على مستوى التجهيز مش شايف ان ممكن لعيب بقاله اكتر من 8 شهور مش ما بيلعبش مباريات بشكل كامل وبشكل مباشر، ما كانش من الطبيعي ان هو لا طب انا عايز رمضان يجهز، ممكن يكون مثلا اجزاء من مباراه كوريا او جزء من مباراه البرازيل تدخله تاني فورمه ويبدا رمضان يخش تاني مع الفريق الاول بعد ان شاء الله مباراتين توجو. هذا التنسيق ما بين المديرين الفنيين على مستوى المنتخب الاول وعلى على مستوى المنتخب الاولمبي لازم يكون في نوع من انواع التنسيق بشكل انا شايفه انه بشكل افضل حتى من الجاري حاليا. بص حضرتك، قرار رمضان رغم يعني كل الكلام اللي دار حواليه، لو انا جيت اتكلم منطقيا وفنيا على الموضوع فعلا هو محتاج كان توضيح من الكابتن حسام، انت اخذت قرار على اي اساس؟ بعيدا عن انه بعيدا هنتكلم على ايه؟ لو ما كانش رمضان صبحي اي لعيب، عن اي لعيب لو هل ممكن كان هيحظى بضمه للمنتخب؟ يعني لو ما كانش بحجم الشعبيه المنتقل بيها رمضان صبحي من النادي الاهلي للنادي بيراميدز، هل ممكن هيكون قرار ضمه؟ هل ممكن يحصل الكلام ده مع لعيب اخر؟ دي حاجات برضه، دي الاجابه على الحاجات دي بتكشف لك الوضع قدامك شكله ازاي؟ لانه هل في تجارب، يعني ممكن عشان انا الذاكره يعني ما تسعفنيش في مساله هل تم ضم لعيبه، ممكن ان هو شايف انه قراره في ضم رمضان صبحي، ممكن شايف ان هو دعم نفسي ليه، ممكن شايف ان هو بيسحبه بيطلعه من ازمه، ها ويعني بدل ما بيسيبه مثلا كده في الموقف اللي هو فيه، بس بيجي هو ما بيلعبش على حساب لعيب تاني، ممكن ما هي ما هي ما يعني 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 دعمه نفسيا ممكن بشكل افضل مثلا، يعني يعني ايه عشان بس الناس ما تفهمش ان المساله احنا بنتكلم عشان رمضان مشي من الاهلي وراح بيراميدز. طب ما هو كهربا جاهز بصوره وتم قرار استبعاده بهدوء جدا خلاص، والناس التزمت ما حدش اتكلم وخلاص، تم احترام قرار الجهاز الفني ولا حد، الناس علقت قالت لك انه ممكن يكون القرار شاب وبعض التدخلات من الخارج، في كلام بيقول الكلام ده، لكن رغم انه نفي كابتن محمد بركات الكلام ده ما حصلش، او كابتن حسام علق انه ما فيش حاجه من الكلام ده، ومثلا كهربا ما كانش في حساباتي، رغم انه الكلام اللي صادر من ناحيه اللاعب انه اللاعب تم الاتصال بيه والترتيب بيه، لكن الهدف على ما اعتقد يا كابتن هاني من ضم رمضان صبحي هو اعاده اظهاره واشراكه واخراجه من الضغوط النفسيه اللي هو بيعيشها، اللي هو بيقدمها لنا يعني كل يوم في كل برنامج بيقول كلام عكس الكلام اللي بيقوله في مكان اخر، عشان يطلع من الحاله النفسيه انه خلاص يتقبل مساله انه انتقل من الاهلي فيلتقي مثلا مع لعيبه الاهلي في المعسكر، مع لعيبه الزمالك بتاع، يعيش بقى الاجواء. مساله هو جاهز فنيا مش جاهز فنيا هيبان فين؟ في المباراتين. هل هو هيتم اشراكه في المباراه الاولى مثلا هنا ولا مش هيتم اشراكه؟ هل هيتم اشراكه؟ هل الفترة دي اللي هم مثلا هنقول العشر ايام جاهزين بتجهيزه، يعني هيكونوا مناسب عشان اجهزه بدنيا؟ بداية المعسكر كان امبارح، المعسكر بدأ النهارده رسميا، النهارده رسمي كل رسمي بدأ النهارده رسمي في كل اللي فات ده كله. اعتقد انه الدافع النفسي
وتخفيف الضغوط على رمضان صبحي وتوفير حمايه لي ان انا اسحبه فخلاص اجيبه مع الفريق خلاص. ده على ما اعتقد ممكن يكون تفكير الكابتن حسام البدري، حتى لو كان الكلام ده اخده الكابتن مثلا شوقي غريب في المنتخب، لو مثلا كابتن شوقي غريب خد قرار بضم رمضان صبحي ما كانش ايه كاش كابتن حسام، كان ممكن كابتن حسام بدري يريح دماغه من الكلام ده كله ويسيب شوقي غريب يشوف هيعمل ايه. اكيد انا بقول لك اكيد مليون في الميه كان في حديث وفي لقاء ما بين الكابتن حسام البدري وكابتن شوقي غريب، ما اتفقوا ما هو طلب قال انا عن مصطفى محمد، مصطفى محمد مثلا على سبيل المثال مصطفى يعني محمد، واتكلم على رمضان صبحي، اعتقد هم دول الاثنين من ال وكان في ابو الفتوح اعتقد برضه احمد ابو الفتوح بس يعني ماشي ماشي موجود احمد الفتوح مع المنتخب الاول، لكن اللي انا عايز اقوله ايه؟ خلاص انا من وجهه نظري انه الكابتن حسام يتحمل تبعيات قراره، يعني يتحمل تبعيات قراره احنا بس بنشوف هو ليه بص وكمان يعني انت برضه كمدير فني انا برضو هحترم قراراتك واختياراتك طبعا اكيد، لكن السؤال اللي هو يطرح السؤال العام، هل الكلام ده هيتعمل مع كل لاعب؟ كان مثلا في مكان لو انتقل من نادي لنادي وهو لعيب اصلا دولي وقعد فتره ما لعبش، هل فعلا هيجي له حد يدافع عنه وياخده ويجيبه عشان بدل ما يسيبه كده نفسيا وداخل في صراعات وكل شويه في برنامج وكل شويه مش عارف ايه، لا فخلاص اجيبه اكسر الحاجز النفسي ده واشوف هيبقى طبيعه تعامله مع لاعيبه الاهلي هم الزملاء اللي كانوا معاه، مع لاعيبه بيراميدز، مع لاعيبه الزمالك، خلاص بجهزه نفسيا وبطلعه واحده واحده من الجو اللي هو المشحون اللي هو عايش فيه. طبعا اعتقد ان هو ده وجهه نظر يعني تحترم من حضرتك لكن غير مقنع بالنسبه لي، انا غير مقنع انا بتكلم يعني لكن وجهه نظري ان هو خده بهذا الاسلوب، مش خده بغرض يا كابتن هاني ان هو يعني ايه سيبك من جزئيته، كابتن حسام ما بصش للجزئيه دي، شايف انه لعيب مهم فخده جابه بقدمه فنيا يا استاذ صبري، مش هطول في الموضوع ده، لكن فنيا على المستوى الفني اكيد كان في عنصر بغض النظر بقى كهربا مش كهربا كان ممكن جدا يستفيد بلاعب على المستوى الفني افضل. رؤيتك للمباراه وخاصه المباراه هنا اللي في مصر، رؤيتك للمنتخب هتبقى مباراه شكلها عامل ازاي، وخاصه مباراه مش هقول لك على المستوى اسم الفرقتين طبعا، مباراه يعني ان شاء الله تكون في المتناول، لكن على مستوى جدول الترتيب عارفين مصر في المركز الثالث، جزر القمر الاول باربع نقاط، يليها كينيا، يليها مصر بنقطتين، يليها توجو بنقطه واحده، فحتى مباراه على مستوى الترتيب مباراه مهمه على مستوى الاسماء. لا ده مباراه انت خلي بالك، دي مباراه مش مهمه، ده مباراة يا الاستمرار يا الخروج، يعني عاوز اقول انه الست نقاط دول هم اللي حددوا لك انت مكمل ولا مش مكمل، فانت الاول تركز في مباراتهم 14، هدفك انك تفوز باي نتيجه، يعني فوزك ده بيديك دفعه يخليك تروح تلعب مباراه العوده اذا كانت هتلعب هناك او كان هيلعبوا هناك، ما دام هم جم هنا هتبقى مباراه العوده هناك خلاص في لومي، فاعتقد لا مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه مش سهله على فكره، تجمع بعد المنتخب شوف قد ايه ما تجمعش ما لعبش مباريات وديه مع بعض اللعيبه، هتحكمها الخبرات، هتحكمها تفتكر كابتن حسام هيعتمد بشكل اكبر على الثلاث العناصر اللي كانوا اخيرا رجليهم في الملعب زي ما بيقولوا اهلي زمالك بيراميدز، هو ده الهيكل الاساسي للمنتخب بشكل كبير؟ لا اللي محترفين بالاضافه طبعا ما دول محترفين، صلاح، تريزيجيه، نني، ضيف عليهم بقى التشكيله بقى حجازي مثلا من الاهلي والزمالك وبيراميدز اللي هم الناس اللي في افريقيا، اعتقد انه هيبقى ده ايه دافع، هو عنده دافع كمان انه اللعيبه لعيبه الاهلي والزمالك وبيراميدز بالاضافه للمحترفين بدنيا ونفسيا مهيئين، لكن الشغل الاداء الجماعي في الملعب اعتقد اللي هيحسم المباراه دي، خاصه انه ما لعبتش يعني مباراه او اتنين مع بعض، بس ممكن اكيد يعني بيحاول يتذكر اللعيبه، لكن الاداء انا يعني مش متوقع انه هيبقى الاداء يعني قوي بالصوره يعني الا انك انت هتسعى لتحقيق الفوز والهدف ثلاث نقاط باي شكل، فاعتقد انه هتلعب فيها المهاره الفرديه، هتلعب فيها الثنائيات، هتلعب فيها كرات ثابته، هتلعب فيها لكن اداء جماعي اعتقد هيبقى يعني مش بالصوره المطلوبه، لكن طبعا حسام بدري هيحاول انه يؤدي مباراه كويسه جدا قبل لقاء العوده، الفوز هنا هيعمل له راحه نفسيه وهيوق قبل مباراه العوده، مباراه العوده برضه هتبقى مش سهله عليه، لان برضه منتخب توجو منتخب يعني شاب وفي لعيبه وعندهم برضه بعض المهاجمين مميزين وعندهم لعيبه كده هي عندهم فرصه،
فاعتقد المباراه مش تبقى سهله. هو كمان اعتقد دي المباراتين دول كمان زي بيقولوا الفرصه الاخيره لمنتخب توجو. منتخب توجو عنده نقطه واحده من ماتشين النهارده يعني مباراه 14 لو خسرها تبقى يعني خلاص هتبقى الامور خلاص يعني خلاص بره خرج. فلكن مباراه العوده هيبقى لها حسابات اخرى. انت ست نقاط من يعني ثلاث نقاط الاول هنا، ثم التفكير ازاي تاخد ثلاث نقاط في مباراه العوده يوم 17 هيبقى بالنسبه لك شيء مهم جدا. وخلينا نتكلم برضو بكل امانه، الحاله البدنيه والحاله الفنيه، جزء ناس بتقول ان الكابتن كمان حسام البدري محظوظ في الفتره دي. هو حتى في المؤتمر الصحفي قال احنا بنمر بفترات افضل شويه من الفترات اللي فاتت. هو بيتكلم على بدايته مع المنتخب، طبعا كان في شويه بعض المشاكل الفنيه اللي بيقابلها، لكن هو بيتكلم دلوقتي بيقول على المستوى الفني الشكل افضل شويه. بيستند على كده من اداء الاهلي في طبعا في البطوله الافريقيه، وصول الاهلي والزمالك المباراه النهائيه، ده عامل نفسي ومعنوي كبير جدا، بالاضافه للعيبه المحترفه كلها. يمكن وانا بتكلم مع حضرتك قلت لي ان خلاص صلاح وصل، يعني صلاح وصل وتريزيجيه والنني وصلوا الحمد لله، وده شيء كويس جدا ومهم في التوقيت ده. عايز اقول لك انه حسام بدري يعني طبعا لقى صعوبات في مواجهته مع المنتخب، مباريات وديه برضو حتى للعيبه ما كانش الاداء، مباراتين طبعا مباراه كينيا كانت من المباريات الصعبه جدا وقدر المنتخب يرجع فيها بصعوبه جدا، مباراه جزر القمر يعني كنا شفنا الاداء كان عامل ايه وهدرنا كثير من الفرص. اعتقد انه مباراه توجو هتبقى نقطه مفصليه بالنسبه له، الفوز فيها هو الاهم مش الاداء كمان، لانك الخروج بثلاث نقاط هيكون دافع ليك قبل مباراه العوده، غير كده الامور هتتعقد وتبقى صعبه على المنتخب ومشواره في تصفيات كاس الامم. عندك اللعيبه بدنيا جاهزين كمان، برضو لازم اللعيبه برضو هيبقى خايفه على نفسيه برضو في الحسابات، طبعا في لعيبه الاهلي والزمالك كل واحد برضو في حساباته هو قدرته ازاي يقدر يهيئهم ان هم يعني عاوزين يخرجوا من دوري ابطال افريقيا. هتبقى برضو دي دور مهم جدا لجهاز فني والتفكير في المباراه دي، واختيار التشكيله هيبقى ليه عامل كبير ان شاء الله في حسم ربنا يوفقهم ان شاء الله. وزي ما حضرتك وكلنا عارفين كان في اجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي النهارده، ومعانا على التليفون طبعا الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي. على الهواء اوكي معانا على الهواء على طول استاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الاهلي. مساء الخير يا شريف، وقول لنا يعني النهارده اخبار ايه وقرارات مجلس اداره النادي الاهلي. مساء الخير كابتن هاني، تحياتي ليك ولضيفك الكريم الصديق العزيز والناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري، ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي ولجمهور النادي الاهلي في كل مكان. الحقيقه انه مجلس اداره النادي الاهلي انعقد اليوم في مقره بالجزيره برئاسه الكابتن محمود الخطيب وبحضور كل اعضاء مجلس الاداره باستثناء المهندس خالد مرتجي المسافر الى خارج البلاد. والحقيقه كان على مائده البحث مجموعه وجمله كبيره جدا من الموضوعات. المجلس التئم في الخامسه انتهى بعد 11 اكثر من 6 ساعات. خليني أقول لحضرتك أبرز هذه القرارات واللي جاءت في اعتماد قرار مجلس الإدارة بالتمرير في 29/10/2020 بالموافقة على تعديل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية ليكون يومي 23 و24 نوفمبر القادم بدل من 27/28 من نفس الشهر، وده وفقا للقرار السابق لمجلس الإدارة بجلسته 15 العادية المنعقدة بتاريخ 16/9/2020، وده بعد مناقشة مواعيد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا اللي بتتغير طبعا بين الحين والآخر، وحتى لا تتعارض الجمعية العمومية مع موعد النهائي. النادي الأهلي طبعا هيكون أحد طرفي هذه المباراة المهمة، كل أمنيات الطيبة إن شاء الله بالفوز لفريق النادي الأهلي وتحقيق أمال وطموحات الجماهير بالبطولة التاسعة بإذن الله. كمان اعتمد مجلس الإدارة أيضا قرار بالتمرير اتخذ في 3/11/2020 على عدم إتمام التعاقد مع لاعب الكرة الطائرة المحترف وهو فابيو رودريجيز لسنة 2021 بناء على رغبة الجهاز الفني بسبب إصابة اللاعب، وتم التعاقد مع لاعب بديل كندي الجنسية هو سيستو رايموند.
كلاعب محترف للكرة الطائرة خلال الفترة من 1/11/2020 حتى 1/6/2021، يعني 8 شهور. كمان تم النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية من 1/7/19 حتى 30/6/2020 وبرنامج النشاط وخطة العمل المالي الجديد وتقرير المراقب الحسابات، كل ده عشان يعرض على الجمعية العمومية إن شاء الله. كمان تم عرض الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية تمهيدا أيضا للعرض على الجمعية العمومية، والتقرير المالي كمان من 1/7/19 حتى 30/6/2020، وكمان مشروع الموازنة المقترح للعام 2020. دي كانت مجموعة من القرارات اللي اعتمدها مجلس الإدارة. كمان في موضوعين مهمين جدا يتعلقوا بالحقيقة رغبة النادي الأهلي في أن يظل في المقدمة وقائد ورائد للمنظومة الرياضية بإدارته الرشيدة والحكيمة. الأول ما يتعلق بالمتابعة الدؤوبة والدقيقة لأعمال الإنشاءات غير المسبوقة اللي بتتم الحقيقة في النادي الأهلي سواء في المقر الرئيسي أو في فروعه المختلفة. النهاردة وفيما يتعلق بالفرع الرابع للنادي الأهلي في القاهرة الجديدة اللي بيقام في التجمع الخامس، المهندس سامح علي كامل قدم عرض عظيم جدا يتعلق بمعدل الإنشاء في الفرع بعد ما تم الانتهاء من البنية الأساسية تماما. المرحلة الأولى اللي تم اعتماد 98 مليون جنيه ليها الحقيقة وبتشمل أكاديمية لكرة القدم بالإضافة لمبنى اجتماعي وملاعب سلة وطيرة ويد والأسوار والبوابات، كل ده إن شاء الله يخلص في شهر 6 ويتم افتتاح الفرع. المجلس كمان كان حريص النهاردة أنه يلحق المرحلة الثانية بالمرحلة الأولى علشان يكون في تواصل، واعتمد للمرحلة الثانية مبلغ كبير جدا للانتهاء من كل الإنشاءات، وبالتالي يقدر أعضاء الفرع القاهرة الجديدة الاستمتاع بمنشآت النادي المقام على 50 فدان في مكان متميز جدا. المبلغ اللي تم اعتماده قد إيه؟ هو 225 مليون جنيه. المرحلة الثانية كمان هيلحق بيها إن شاء الله إنشاء مجمع حمامات سباحة كبير، وبالتالي تكتمل منظومة فرع القاهرة الجديدة المقام في التجمع الخامس ليكون أيضا يعني صرح رياضي كبير يضاف إلى منشآت النادي الأهلي، بالإضافة إلى ما يتم الحقيقة من جهد دؤوب في الفروع المختلفة. تابعنا مدينة نصر واللي حصل فيها، الشيخ زايد والنهضة اللي فيها من سكواش وكاراتيه ومبنى اجتماعي وشهر عقاري وغيره، بالإضافة للجزيرة اللي هيتم افتتاح البوابة الرئيسية بيها في شارع صالح سليم المطل على مرسى النادي الأهلي يوم 15 فبراير، يعني بعد أقل من أسبوع من الآن، في إطار التطوير اللي بيشهده النادي وفي إطار إلزام مجلس الإدارة الحقيقة لنفسه بتنفيذ خطة النادي الأهلي وبرنامج عائلة النادي الأهلي. في نفس الإطار الحقيقة برنامج عائلة الأهلي، المهندس محمد سراج كان عنده مشروع اشتغل عليه بتكليف من كابتن محمود الخطيب يتعلق بالإدارة الرياضية وإزاي نتعاون مع كبريات الجامعات، وده دور النادي الأهلي ومسؤوليته الحقيقة في رفع الثقافة لدى العاملين في الوسط الرياضي، وتقرر البدء في إعداد مشروع بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة ريال مدريد في إسبانيا يتعلق بتدريس برامج في مجال الإدارة الرياضية المختلفة، وتمنح شهادات للمنضمين لهذا البرنامج. وده الحقيقة موضوع في غاية الأهمية وبيؤكد حرص النادي الأهلي على الأخذ دايما بأسباب التقدم العلمي وإيمانه بأن الرياضة أصبحت صناعة مهمة جدا وعلم كبير يمكن الاستفادة منه ورفع الحقيقة المستوى التعليمي والثقافي زي ما قلنا في الوسط الرياضي، وتحقيق أيضا عائد استثماري من خلاله. ويعني فكرة التعاون مع جامعتين الحقيقة بيشار ليهم بالبنان على مستوى العالم مش بس في منطقة البحر المتوسط، الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكمان جامعة ريال مدريد بإسبانيا، ده عمل عظيم وهو ده يعني ده بالنادي الأهلي وعهدنا بيه الحقيقة وبإدارته المختلفة اللي بتضعه دايما في المقدمة. من المتوقع بدء تدريس هذه البرامج والإعلان عن كل تفاصيلها وتوقيع البروتوكول يعني في مطلع العام القادم أو في منتصف العام القادم، منتصف العام القادم يتم البدء للدراسة يعني، لكن التقديم هيكون قبل كده إن شاء الله. موضوع أخير وهو الخاص بالعضويات،
يمكن جمهورنا واعضاء النادي الاهلي كانوا فاكرين انه كان في قرار للجمعيه العموميه المنعقده العام الماضي بالموافقه على المقترح اللي قدم بشان رفع قيمه الاشتراك العضويات في النادي الاهلي، سواء العضويه العامله اللي هي 500,000 جنيه حاليا، او عضويات الفروع الشيخ زايد كان 175,000 وفرع القاهره الجديده في التجمع الخامس 200,000. الحقيقه انه سيتم العرض مره اخرى على الجمعيه العموميه. جائحه كورونا الحقيقه دفعت مجلس الاداره لاتخاذ قرار عظيم جدا للتسهيل على الناس في ظل قله الموارد والظروف الاقتصاديه اللي مرت بيها مصر والعالم كله بارجاء تنفيذ هذا القرار. كان مفترض انه يطبق هذا العام، فكان في موافقه وايضا الجهه الاداريه وافقت على طلب مجلس الاداره بارجاء تنفيذ هذه الزيادات. المجلس تقدم بمقترح للجمعيه العموميه القادمه على ان يبدا تنفيذ هذه الزيادات اعتبارا من 1 ابريل 2021، فبالتالي احنا عندنا تقريبا 4 شهور لمحبي النادي الاهلي والراغبين في الانضمام الى عائله النادي الاهلي ان هم ينضموا خلال هذه الاربع شهور بالاسعار القديمه اللي هي 500 عضويه كامله، 175 شيخ زايد، 200 القاهره الجديده او التجمع الخامس. طيب العضويات الجديده هتكون ازاي؟ العضويه العامله الكامله هتكون 750,000 جنيه للمؤهل العالي، ما دون المؤهل العالي 1,000,000 جنيه. الشيخ زايد هيبقى 250,000 جنيه بالنسبه للمؤهل العالي، ما دون المؤهل العالي 600,000 جنيه، وايضا القاهره الجديده نفس الرقم 250,000 جنيه للمؤهل العالي و600,000 لما دون المؤهل العالي. هذه الزيادات المفترض ان الجمعيه العموميه هتوافق على تطبيقها على مقترح مجلس الاداره اعتبارا من 1 ابريل 2021. والحقيقه ان هذه الارقام غير شامله ضريبه القيمه المضافه، لانه الحقيقه ان القانون والدوله اقرت ضريبه قيمه مضافه على هذا النوع من الاشتراكات، وهو حق للدولة بيضاف نسبة 14% لهذه المبالغ. شاهد في هذا الأمر أنه كان في الحقيقة رغبة ملحة لدى الكثيرين من أعضاء أو أعضاء الأسرة المصرية بقى أن يصبحوا أعضاء في أسرة النادي الأهلي وينضموا إلى عضوياته المختلفة، سواء العضوية العاملة أو عضويات الفروع، فبالتالي عندهم فرصة كبيرة خلال الشهور الأربعة المقبلة أن هم يستفيدوا من العروض الموجودة ومن التقسيط وكمان من الاشتراكات القديمة، لأنه بدءا من 1/4 هذه الأرقام ستزيد بالنسب اللي قلنا عليها. أخيرا مجلس الإدارة، عشان أسيبكم تستكملوا يعني الحقيقة حواركم الراقي في إطار تقليد أيضا داخل المجلس، وزي ما بنقول عيلة الأهلي دايما والجميع على قلب رجل واحد، في عدد من أعضاء مجلس الإدارة كان تاريخ ميلادهم أو عيد ميلادهم في شهر نوفمبر، وهم السيد الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة، دكتور مهند مجدي، والنائب محمد الجرح اللي بنهنيه الحقيقة بفوزه في انتخابات مجلس النواب. كان عيد ميلادهم النهاردة والمجلس كان حريص بقناة الكابتن محمود الخطيب أنه هو يعني ينظم ليهم احتفال رقيق على هامش اجتماع مجلس الإدارة. ده كل اللي عندنا النهاردة الحقيقة بعد اجتماع مجلس الإدارة. بشكركم وكلنا أذن صاغية لمتابعة البرنامج وفقراته المختلفة. أستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، بنشكرك شكرا جزيلا. أستاذ محمود، سريعا أخد تعليقات حضرتك على طبعا في قرارات مجلس إدارة النهاردة بما يخص طبعا حاجتين مهمين جدا، استكمال الإنشاءات طبعا وحرص مجلس الإدارة على الإنشاءات بشكل كبير جدا، وبما فيها وسمعنا الأستاذ شريف بيقول حتى بوابة نادي الجزيرة إن شاء الله خلاص ناقص اقل من اسبوع وتفتتح. كان في طبعا الجراج اللي في مدينه نصر، كمان المهم جدا التجمع الخامس، التجمع الخامس تقريبا الانتهاء من 85% من البنيه الاساسيه الحدث الاكبر للمرحله الاولى طبعا، ورصد حوالي 225 مليون للمرحله الثانيه علشان يكون صرح جديد لمشروع النادي الاهلي، يعني دمج المرحله الثانيه مع الاولى عشان يبقى خلاص دخول بقى الاعضاء، والافتتاح اعتقد الجزء هيبقى في شهر يونيو اللي جاي، شهر يعني شهر 6 شهور من النهارده ان شاء الله باذن الله. لا ده هو ده الحدث المهم وده المشروع الابرز لمجلس الاداره الحالي اللي هو افتتاح فرع التجمع الخامس، يضاف للانشاءات التكميليه اللي بتتم في فرع الشيخ زايد ومدينه نصر والجزيره مع التطوير الشامل لفكره ايه بوابه نصر الاهلي، اللي هي البوابه تبقى الاشهر تدي طابع الاهلي، ان خلاص اي حد عدى من غير ما اشوف يعرف انه كان معدي على النادي الاهلي، الناس اللي ما تعرفش ايه المعالم الواضحه. لا شك انه خطوه مهمه جدا اللي هو افتتاح فرع التجمع الخامس، لانه هيضيف لاسره الاهلي الكثير والكثير من المحبين والعشاق.
فرع التجمع الخامس مهم جدا، خلاص انت خلاص داخل في بتمتلك الفرع الرابع غير الافرع اللي بيتم تجهيزها على مستوى محافظات الجمهوريه. المساله لم يعد النادي الاهلي انه الكيان كبير مؤسسي العمل المتواصل الباحث عن ارضاء كل عشاقه ومحبيه في كل المحافظات، وده خطوه مشروع بيتم تنفيذه بهدوء كبير جدا من تواجد الاهلي في كل مكان. الحاجه المهمه جدا بالاضافه للتجمع الخامس كابتن هاني اللي هو فكره الاكاديميه. الاكاديميه والدراسه يعني عاوز اقول والبحث وشوف ريال مدريد وصل لغايه فين وتعمل اكاديميه الاداره الرياضيه طبعا قال على يعني ايه ده بقى النقله بقى الخطوه اللي انت منتظرها اللي هي تطلعك بقى لحته بقى ثانيه بقى. ده شغل كويس جدا في عمل دؤوب بيتم فيه التنفيذ طبعا مش هيتم في يوم وليله هياخد يحتاج وقت كبير جدا. اعتقد كل ده مهيئ انه يبقى موجود في كلام عن انشاء اكاديميه الاهلي كبيره جدا في الشيخ زايد. لا في عمل متواصل اعتقد ان شاء الله يمكن مع انتصاف العام المقبل ان شاء الله هتبقى في حاجات كثيره جدا في الاهلي اتغيرت بشكل الافضل ان شاء الله. ده شيء والله يسعدنا جدا، ويعني الواحد يعني كل يوم بيزيد فخر بالنادي الاهلي لان على مستوى زي ما انت بتتكلم على مستوى الانشاءات، انشاءات على اعلى مستوى، بتتكلم على حتى يمكن حريص كمان النادي الاهلي ان هو بجانب الانشاءات كمان الكوادر، وانك بتبني كوادر على زي ما انت بتقول انت خلاص بقى اللي بيعمل كل ده هو البني ادم. لو هتطور البني ادم كمان هيبقى الامور بتروح في حته ثانيه. مهم جدا فكره الاكاديميه دي انك تصنع كوادر رياضيه بالدراسه وبالعلم وبسال بعثات واستعانه بناس من الخارج تدرس وتعلم، هتبقى يعني هتدخل في سك في حاجه احنا محتاجينها. صحيح. انت محتاج تنقل الاداره دي بفكر الاستثماري والدراسه والعلم، هيبقى لها وضع مختلف طبعا. صحيح. لا يعني نتمنى طبعا التوفيق لمجلس الاداره ان شاء الله، وباذن الله يتوج كل دوت يوم 27 نوفمبر ان شاء الله بالبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. استاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا، وان شاء الله على لقاء قريب باذن الله. شكرا ليك. شكرا جزيلا.